الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين مستمعي ألف ألف أفام الموجة السعودية، مستمعين برنامج طبابة ألف اللي بيجيكم يوميا من أحد الخميس بإذن الله من الساعة 1 للساعة 2. أنا معاكم نهى سعدي، بنكون مع بعض لمدة ساعة ومعنا ضيف مميز حقيقي حاب يفيدكم وبتستفيدوا بإذن الله من الحلقة. طبعا أول حاجة خلينا نقول لكم كيف طرق التواصل مع البرنامج. على 0556689001 0556689001 أسئلتكم اللي أنتوا حابين، تعليقاتكم زي ما تحبوا. معك آيفون، معك آيباد، معك أي جهاز نظامه iOS، ادخل على متجر أبل أو أبل ستور، حمل تطبيق ألف ألف أم. معك جهاز نظامه أندرويد، ادخل على جوجل بلاي، حمل نفس التطبيق. فيسبوك، تويتر، إنستغرام، قناة اليوتيوب، كلها على نفس الحساب ألف ألف أف أم، ALIF ALIF FM. سناب شات على ألف ألف أف أم لاي. نختلف في 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 بعض الأمور في التشخيص، وهذه ما هي وظيفتنا. التشخيص المفروض يكون عند الطبيب، عند المختص. اليوم ضيفنا المميز الدكتور وليد الصالحي، أستاذ مساعد واستشاري أمراض الجلد والشعر والتجميل والليزر. يلا اللي في قلبكم من أسئلة انطلقوا. اليوم تحديدا حنتكلم، ولا أقول لكم أول نرحب بالدكتور وليد. دكتور وليد كيف حالك؟ يا هلا وسهلا، سعدتنا الفاضلة نهى، ويسعد مساك والمستمعين والمتابعين كل خير. منورنا، الله يبارك لك إن شاء الله. النور نورك، الله يحفظك، وشكرا على وجودك معنا. طبعا اليوم على استعداد دكتور وليد، بالأمس حقيقي بغيعطيكم يعني أكثر فائدة في هذه الساعة. فحنتكلم اليوم عن تساقط الشعر. تساقط الشعر لأسباب مرة كثير، نعرف أنه في شيء اسمه الجينات، وفي شيء اسمه المشاكل الوراثية، وأمور مرة كثير حنتعمق فيها وحنعرف. لكن خلينا أول حاجة نسأل دكتور وليد، إيش هي أصلا مشاكل الشعر اللي تسبب التساقط؟ جميل، خلونا نشرح الموضوع هذا بتفصيل الممل عشان أبغى الجميع يفهم موضوع التساقط، لأنه مشكلة مأزمة الجميع سواء رجال أو نساء، حتى الأطفال برضو يعانون منها. لذلك نأخذها بعدة مراحل. بالأول إذا تسمحوا لي حاب أشرح تشريحيا فسيولوجيا إيش معنى الشعر والبصيلة. جميل. الإنسان عنده خلق بمئة ألف شعرة مهما كان جنسه أو عرفه، 100,000 بصيلة على فروة رأسه. هذه البصيلة قسم، أو الشعر بالمجمل قسم إلى قسمين، قسم فوق الفروة وقسم تحت الفروة اللي هو البصيلة. جميل. إحنا شغلنا اليوم ونبغى نفهم اللي تحت فروة الرأس اللي هي البصيلة وليس الشعر نفسه. الشعر هي فايبر نسيج ليفي أو خيطي يطلع من الفروة وانتهى. هذا ما هو المشكلة، المشكلة تكون تحت. جميل. هذه 100,000 بصيلة لها بعض الصفات الفسيولوجية اللي لازم نفهمها عشان نفهم الأمراض اللي تصيبها. كل واحدة من هذول البصيلات تمر في دورة حياة. دورة الحياة هذه غير متطابقة، بمعنى كل شعرة مختلفة عن جارتها، واللي بجنبها واللي قدامها واللي وراها، في معدل النمو ومعدل التساقط. كل واحدة من هذولي هتدخل بشيء اسمه دورة حياة، دورة حياة الشعرة. دورة حياة الشعرة هذه تمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة النمو. مرحلة نمو الشعرة تستغرق ما بين 3 سنوات إلى 6 سنوات كاملة ومستمرة، وهذا يشكل 90% من فروة الرأس للإنسان. جميل. تدخل بعدها الشعرة إلى مرحلة ما مرحلة الراحة أو السكون. هذه المرحلة تشكل تقريباً 1% وتأخذ لها حول 2-3 أسبوع. تكون ساكنة فيها البصيلة، ما تنبت الشعر، توقف وتحضر الشعر أنها تطلع. المرحلة الأخيرة هي مرحلة السقوط. سقوط الشعر هذه هي مرحلة تأخذ 3 أشهر بعد التوقف، وهذه تشكل 10% من بصيلات شعر الإنسان. طيب. هذه لما نفهمها بالطريقة هذه، أي اختلال في الأرقام والنسب هذه يسبب أمراض، وتختلف أمراض التساقط بناء على النسب والأرقام اللي احنا نشوفها. الإنسان الطبيعي راح يخسر بشكل طبيعي فسيولوجي ما
ما بين 50 إلى 150 شعرة يوميا. أوكي، هذا بشكل طبيعي، بمعنى خلينا نقول 100 شعرة باليوم، بمعنى خلال 7 أيام الإنسان يخسر 700 شعرة أسبوعيا. عدد كبير، بس هذا العدد زي ما تكلمنا أنه كل شعرة مختلفة عن الثانية، فأنت شعرة بس في شعرة ثانية جفتني. أوكي؟ بعد كذا نجي نقسم الأمراض، الأمراض الفروة أو أمراض الشعر والتساقط إلى قسمين رئيسية. القسم الأول هو أمراض الشعر الالتهابية اللي تسبب ندب، وهذا مو موضوع حديثنا اليوم. القسم الثاني اللي هو موضوع حديثنا اليوم لأمراض الشعر الغير التهابية والتي لا تترك ندباً أو ما تسبب ندب في فروة الرأس. وأهم ثلاثة في الموضوع هذا هيكون التساقط الوراثي، التساقط الكربي، والثعلبة. يعني معلش، هي يختلف الوراثي عن الـ 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 عن الكربي. أيوة، اسمه التساقط الكربي. الكربي هذا يعني الصدمة، إنه الشعرة تتعرض لصدمة ويغير من مسار دورة حياتها وبالتالي تسقط بشكل مبكر. هذا نسميه إحنا الكربي، اللي هو بالإنجليزي تيلوجين إفلوبيوم. ورح نتكلم عنه عن أسبابه. طيب، هذه بشكل عام اللي هي خصائص الشعر الفسيولوجية والتشريحية لكل البشر. عندنا 90% من الشعر في فترة نمو، عندنا 10% في طور التساقط. لما يزيد هذا 10% نروح للتساقط الكربي، لما تقل 90% ندخل في التساقط الوراثي. جميل. طيب، يعني نقدر بس نوضح انه في شخص شعره ما بيتساقط تماما دكتور وليد. هذا الشيء ما هو ملاحظ، يعني حتى الوراثي هل هو لازم يكون نفس شكل التساقط؟ يعني اي، هو الوراثي يسمى النمطي الوراثي، له نمط معين بالنسبه للرجال وله نمط معين بالنسبه للنساء. لكن مسألة إنه الشخص ما يلاحظ تساقط شعره بالعين المجردة أو يكون مثلاً كرمك الله على المخدة أو دورة المياه أو كذا، لا يعني إنه ما جالس يخسر شعر. هو طبيعي كلنا حتى الأطفال يخسروا من 50 إلى 150 شعر يومياً بالتمشيط بالتساقط بدون انتباه، لكن لما تزيد النسبة هذه راح يكون الشيء هذا ملفت وبالتالي ندخل في موضوع الأمراض. متى نقدر نقول إنه مثلاً صار ملفت؟ يعني هل التساقط لي ميزة معينة مثلاً، إنه يكون في أوقات معينة أو مثلاً بطريقة معينة، مثلاً عند مثلاً تمشيط الشعر ولا عند الاستحمام أو شيء زي كده؟ متى نقدر نقول إنه هذا التساقط ملفت ولازم زيارة طبيب؟ تمام. لما يزيد عدد الشعرات المتساقطة أو المجمعة بشكل يومي عن 200 شعرة، اللي هي بشكل جداً ملفت، من الوحدة مشت شعرها وتطلع كتلة من الشعر في يدها، لما تمسك خصر من شعرها وتطلع كتلة كبيرة في يدها. لما ألاحظ أنه بدأت تخف معي منابت الشعر، بديت أشوف فروة رأسي، هنا في مشكلة. بالنسبة للتساقط الوراثي دائما يلاحظونه المصابين بعد سن البلوغ، يعني من 15 سنة 16 سنة 17 سنة يجيني الشخص يقول لي دكتور شعري مو مثل شعري في الطفولة، بديت ألاحظ أنه بدأ يخف منابت الشعر، صارت الفروة صارت واضحة، المنابت خفيفة، سماكة شعري، سماكة الجديدة، سماكة البونيتيل كلها خفت مو مثل الأول. نعم، يعني هنا التفت للمشكلة هذه، أن هذه مشكلة تحتاج تقييم وتحاليل ومعالجة وطبيب. نعم، ومعالجة. طيب دكتور وليد، حنستأذن منك، حنطلع أول فاصل في حلقة اليوم ونرجع لك، خليكم على السماع. رجعنا لكم مستمعينا، وفي استقبال رسائلكم واستفساراتكم، وضحت قدامكم الصورة، تكلمنا عن مشاكل الشعر، عرفنا الشعرة أصلا وأجزائها، عرفنا حاجات يمكن تكون غابت عن ناس مرة كثير، إنه يكون عندنا هذا النوع من المعرفة، إنه الشعرة تنقسم لنصين. يعني حقيقة استمتعت جدا بمعلومة إنه إحنا نولد بمية أو نتواجد بمية ألف شعرة. هذه بهارتني هذه المعلومة، يعني أشياء مرة كثير نتعلمها ونعرفها ونستفيد منها،
وتستفيد. إذا مو أنت تستفيد للأشخاص اللي حولك، تقدر تسألونه تستفسروا أي استفسار على 055-66-89-001 055-66-89-001. معنا الدكتور وليد الصالحي، أستاذ مساعد واستشاري أمراض الجلد والشعر والتجميل والليزر، بنتكلم عن تساقط الشعر، مشاكله، حاجات مرة كثيرة. تهيألي الدكتور وليد الآن يعني ممكن نتكلم عن كيف تتشخص هذه الحالات كلها، الثعلبة، عن الوراثي، عن صحيح كيف نشخصها. أول شيء نبدأ بالأعراض وأخذ التاريخ المرضي وفحص الفروة. إيش الفرق ما بين الثعلبة والتساقط الوراثي والتساقط الكربي؟ ظهور الأعراض وسرعة ظهورها و سرعة تساقط الشعر هي اللي تساعدني أكثر في أني أعرف أي تصنيف من التصنيف اللي احنا ذكرناها. بمعنى لو جاني شخص عمره 18 أو 20 سنة يقول لي شعري بدأ يخف على مدى سنة أو سنتين، يتساقط معي بس مو تساقط حاد، بس نلاحظ أنه مو زي أول، هذا يعكس لي أكثر أنه متجه باتجاه التساقط الوراثي مبدئيا من ناحية الأسئلة والشكوى. لما تجيني سيدة تقول لي والله يا دكتور أنا مثل مسوي عملية أو ما بعد الولادة وشعري جالس يتساقط بشكل رهيب جدا لدرجة أني أشيله بيدي كتلة كبيرة، هذا بالنسبة لنا يدل أو يتجه أكثر للتساقط الكربي أو الصدمة. لما تجيني والدة ومعها طفلها وتقول لي دكتور في عندي ابن طلع له مثلا بقعة فارغة من الشعر بشكل فجأة أو بشكل حاد، هذا يتجه أكثر لاتجاه الثعلبة. فيجي دوري أنا كطبيب لما أشوف الشخص عندي في العيادة نبدأ نفحصه، نشيك على الفروة نفسها. في عندنا أجهزة وكاميرات متخصصة اسمها ترايكوسكوب أو درماتوسكوب، نشيك على الفروة، نشوف سمكات الشعر، نشوف عدد البصيلات اللي موجودة، نشوف إذا في أي أعراض التهابية، قشور، إحمرار، أي شيء مصاحب للنقطة هذه. بعد كذا نأخذ بعض الأسئلة المهمة للتاريخ المرضي، للتاريخ العائلي للمشكلة. هل ممكن، معلش عفوا على المقاطعة دكتور، بس هل ممكن تكون سقوط الشعر دلالة على في تحاليل أكيد، يعني هل ممكن يكون دلالة على مشكلة ثانية صحية؟ نعم، هذا اللي أنا هأوصل له. بعد ما نخلص من هذا كله نطلب أجل تحاليل عشان نتأكد أنه للتساقط الوراثي فعليا ما له تحاليل خاصة فيه، لكن احنا نطلب التحاليل من باب نشيك على الأسباب الأخرى. مثلا التساقط الكربي مصاحب بشكل كبير لاختلال المعادن والفيتامينات اللي موجودة بالجسم، مثلا نقص الحديد الحاد، اختلال الغدة الدرقية، أي مشكلة في الهرمونات، هذه كلها نطلب لها التحاليل. بمعنى جينا سيدة نتأكد أول شيء أنه هل هو وراثي ولا غير وراثي. لما يكون غير وراثي أو بشكل صدمة نطلب مجموعة تحاليل تتضمن الفيتامينات والمعادن، أهمها الحديد، فيتامين د، معدل الزنك، معدل فيتامين بي 12، ونطلب كذلك تحاليل هرمونية، نشيك على عدة هرمونات مهمة جدا مثل هرمون الحليب، هرمونات الذكورة، هرمونات الأنوثة. هذه الهرمونات تعكس إذا كان عند السيدة متلازمة تكيس المبايض، لأن علاجها مختلف لحد ما عن العلاج المباشر. لما تكون ثعلبة نتأكد نعمل تحاليل للسكر والغدة الدرقية، لأن قد تصاحب الناس المصابين بالثعلبة. فهذه مجموعة من التحاليل اللي نطلبها بعد ما نشيك ونشوف. بعد كذا نبدأ التشخيص وندخل في موضوع مناقشة الخطة العلاجية. طيب بالنسبة للوراثي خليني أتكلم عن الأسباب. الأسباب طبعا هو وراثة بحتة، بمعنى الشخص يرث جين، الجين هذا يكون في مستقبلات البصيلات في فروة الرأس. نعم، هذا بالنسبة عفوا دكتور للمرأة ولل للاثنين يعني عشان نكون واضحين يا جماعة، ما حد يعني هذه ممكن يصاب فيها الشخصين اللي هي الجينات الوراثية هذه. نعم صحيح. نعم الجين يكون عن انه في انزيم اسمه الانزيم الذكورة، عفوا الهرمون الذكورة التستوستيرون. نعم، يتحول بواسطة انزيم معين موجود في البصيلة الى هرمون ثاني اقوى
هذا الهرمون لما نرس حساسية الهرمون هذا أو فرط نشاط للإنزيم هذا تتساقط مع الشعر، تحصل بهذه المشكلة. أيوة، وبالتساقط يتسبب ضمور تدريجي على مدى شهور وسنوات. الضمور هذا يتسبب في اختفاء وضعف انبات الشعرة، بالتالي سماكتها وشكلها لحد ما تتحول من شعرة سوداء قوية إلى شعرة حدبية لا ترى أحيانا. طيب هذا بالنسبة للوراثي يا جماعة الخير، لكن التحاليل كلها بتبين. بس أنا بس حابة برضو أعرف إنه إيش هل هي بس ممكن تكون نقص فيتامينز الدكتور وليد، ولا ممكن تكون يعني إيش أغلب الأمراض اللي دل عليها خفة الشعر أو 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 المشاكل هذه، إيش أغلب شيء؟ تمام، إحنا هنتكلم عن الأسباب الثانية اللي هي قد تكون مجلات التساقط غير وراثي. بمعنى النقطة المهمة عندي أنا لازم أتأكد أنه هل هو وراثي أو غير وراثي. طيب إيش الأسباب الثانية؟ من الأسباب الثانية اللي سبب تساقط بس نصنفه تحت مظلة التساقط الكربي، هي أول شيء عندنا تساقط فسيولوجي طبيعي دائما نلاحظه في السيدات بعد الولادة، ويكون في الشهر الثالث والرابع بعد الولادة تلقى صحيح سيدة بتقول شعري طاح شعري تساقط. هذا فسيولوجي يحدث لأغلب النساء. طيب وراح يرجع شعرها بعد فترة أو عدة أشهر، ممكن نحسن منه ببعض الأدوية. التساقط هذا برضو نشوفه عند الأطفال أو الرضع أو المواليد، خلينا نقول بالأصح المواليد، لما يولد البيبي بعد 3 شهور 4 شهور يتساقط شعره بيرجع ينبت في آخر السنة الأولى من العمر. هذا النوعين تساقط فسيولوجي كربي. من الأشياء برضو اللي تزيد التساقط زي ما قلنا نقص الفيتامينات اللي ذكرتها، بالذات مخزون الحديد اللي هو الفيريتين، لما يكون في عندي نقص حاد يصاحبه تساقط بعد مضي 3 شهور. كذلك من الأشياء الثانية اللي هو الشائع الفترة الأخيرة اللي هو التكميم. لما يجي الشخص ويعمل تكميم أو تحويض مسار للمعدة هيخضع لعدة أشياء، نزول وزن سريع، ضعف امتصاص بعض الفيتامينات، تعرض للتخدير المطول والعمليات الكبيرة. هذه كلها بعد 3 أشهر راح يلاحظ المصاب أنه صار عنده زيادة في التساقط، وهذا يصنف تحت التساقط الكربي الحاد أو الصدمة. من الأشياء الملاحظة الفترة الأخيرة في 6 شهور الأخيرة هذه اللي هو COVID-19 اللي هو الكورونا. في كثير من الناس الفترة هذه بالذات الشهرين هذه بدأوا يعانوا من اللي كانوا مصابين بكورونا، والحمد لله تشافوا منه وتعافوا، بدأوا يلاحظون بعد مضي 3-4 شهور أن زاد تساقط أو زادت وتيرة التساقط بالنسبة لديهم. هذا الشيء بسبب الحرارة الزائدة وحدة المرض اللي عانوا منها في درجة حرارة الجسم يعني؟ نعم. أي أمراض فيروسية أو بكتيرية تسبب ارتفاع درجة الحرارة مثلا 39-40 سواء عند الأطفال أو الكبار راح يظهر تأثيرها بعد مضي 3 أشهر ويكون على شكل تساقط حاد في الشعر. تمام؟ بعض الأدوية، استخدام الأدوية راح يصاحب تساقط في الشعر لأنه هذا الدواء يسبب نوع من تغيير السايكل أو الدورة حقت النمو للشعر، تساقط شعر. نسبة حقت التساقط هنا 10% بس ما قد تكون ملاحظة للناس اللي يأخذوها اللي حبوب حب العلاج حب الشباب. كذلك مسيلات الدم، كذلك أدوية التشنج، كذلك إيقاف موانع الحمل بعد فترة تقريبا 3 شهور راح تعاني السيدة من حدة التساقط أو زيادة في وتيرة التساقط. نعم. فما ننسى الحمية القاسية، الدايت، التمارين الشديدة جدا، هذه كذلك تصاحب بنقص معادن، نقص فيتامينات، نقص تغذية، نزول في الوزن سريع بعد 3-4 شهور بصاحبها حدة التساقط. لما ناخذ هذه كلها وتطلع ما هي موجودة في التاريخ المرضي والتحاليل تطلع سليمة، نتجه أكثر للتساقط الوراثي. لما تكون أحد الأسباب هذه موجودة ونأكدها إما بتحليل أو بالفحص نبدأ نعالجها.
طيب دكتور، هل تنحسب مثلا استخدام المنتجات، خلينا نقول زي مثبتات الشعر او حاجه زي كذا، والمبالغه في استخدام مثلا زيوت الشعر او الخلطات المنزليه والحاجات هذه كلها، هل ممكن تسبب تساقط لفتره، او انه لا ايش اي تحسب من اي نوع من انواع التساقط؟ جميل. المنتجات الخارجيه اغلبها لا يتسبب في تساقط مباشر، لا كربي ولا وراثي ولا غيره، لانها زي ما قلنا الشعره مقسومه او مفصوله الى قسمين، الشعره الخارجيه والبصيله الاتحاد. اغلب المنتجات هذه ما تصل البصيله، لان احنا قلنا المشكله اصلا في البصيله، هو المرض مرض بصيله وليس مرض الشعره نفسها. فهذه كلها ما تاثر بشكل كبير، لكن الملاحظ ان لما تعطي ثقل للشعره الوحده، تحط سبراي او تحط اي نوع من انواع المنتجات على الشعر، الشعره تثقل. لما تثقل يصير لها سحب أو pull out، اللي هي already دخلت في ضمن 3 شهور من الدورة اللي ذكرناها في 10% عندنا، هذول على وشك أنها تطيح أو تتساقط. تثقل معي وتنسحب بطريقة أسرع من المفترض أنها تكون بشكل طبيعي. ولا كل هذه المنتجات ما عدا اللي هو الفرد الكيميائي أو البروتين أو الكيراتين البرازيل وغيره من المسميات الدارجة، إذا تم بطريقة خاطئة وسبب التهاب في الفروة فإنه راح يعكس على تساقط الكرب الحاد. جميل، حنطلع فاصل المستمعين، لكن خلينا نوقف عند الفائدة اللي أخذناها الجميلة جدا كمان من هذا الفقر. إحنا تعلمنا الآن إنه أوقات بعض المنتجات هي بحد ذاتها ما تسبب المشكلة، لكن استخدام المنتج بطريقة خاطئة ربما هو يعني يكون السبب. يعني أنا من الناس اللي دائما مع إنه الشعر يرتاح من وقت للثاني، ما أعرف ليش أستخدم هذا المصطلح، لكن حنرجع نسأل الدكتور وليد عليه. أنا اللي بستخدمه بس حنسأل الدكتور وليد عليه. خليكم على السماعة. ومكملين معاكم، معنا الدكتور وليد الصالحي، أستاذ مساعد واستشاري أمراض الجلد والشعر والتجميل والليزر. اليوم بنتكلم بالتفصيل عن مشاكل تساقط الشعر. أنا استفدت جدا مرة كثير، وخلينا نقول هل أنا اللي قلته صح دكتور وليد قبل ما نروح للأسئلة اللي عندنا، هل أنا اللي قلته صح إنه المنتجات بحد ذاتها ما تأذي، لكن استخدامها بصورة سيئة ممكن هو اللي يأذي الشخص؟ صحيح، هذه معلومة عامة، المنتجات الخارجية لا تؤذي إلا إذا كانت تركيزها خطرة أو استخدامها خاطئ. طيب هنا في سؤال دكتور وليد، أعاني من مشكلة ألم دائم في فروة الرأس. جميل، ألم فروة الرأس وألم في البصيلات. البصيلة محاطة بشبكة من الأوعية الدموية وشبكة عصبية، عدة أسباب ممكن تكون هي المشكلة في الموضوع. لما يكون الشعرة منبتها مثلا أمامي ونعكسها للخلف، في ناس تكون فروتهم حساسة وبالتالي يحسوا بشيء اسمه ألم، نسميه بالإنجليزي ترايكو أودينا. برضو التهابات فروة الرأس، الصدفية، الحزاز، الالتهابات القوية يصاحبها ألم في فروة الرأس. السبب الثالث يكون ولا شيء، الإنسان عنده حساسية للألم، فبالتالي أي حركة مثل الأصابع أو المشط أو الطرحة على الشعر أو على فروة الرأس راح تسبب لها ألم، فنعالجها أو نستهدفها بناء على السبب. إذا كان مثلا الوحدة تعكس منابت شعرها يفضل أن نخليها دائما على منابت طبيعية. إذا في التهابات أو أمراض التهابية تعالج طبعا. إذا في حساسية بعض الناس يحولون على أخصائي نفسي نساعدهم في الكوبينج أو التأقلم وتحمل الألم، وبعض الأحيان يأخذون أدوية خاصة بالموضوع هذا. جميل، يتهيألي وضحت الإجابة. أنا ما أعرف اللي سأل يعني بنت أو ولد، أيوة، لكن واضح قدامي. طيب هنا بتقول إنه كثير ألاقي شعر طفلي انه بيفقد الشعر، يعني انه طفله بيطيح شعره. طيب من المهم جدا انه تعرض الطفل على الطبيب عشان نحدد هل هو تساقط. مثلا خلينا نقول الطفل تعرض لحمى سابقه، انفلونزا، تعب،
جاته سخونة بعد 3 شهور هيكون عنده تساقط زي ما ذكرنا، أو قد تكون ثعلبة. إذا كان في عندي بقع صلعاء تماما خالية من الشعر هنا ثعلبة. قد يكون الطفل عنده مشكلة مثلا نقص في الحديد أو مشكلة في الغدة الدرقية، هنا برضو نحتاج نشيك عليها بالتحاليل ونصححها عشان يتحسن معنا الشعر. جميل. طيب نرجع شوية وحنرجع لأسئلتكم يا جماعة الخير، بس نتكلم عن شوية عن الوقاية. هل أقدر أقي نفسي من أي نوع من أنواع تساقط الشعر؟ يعني إيش اللي أنا أقدر أسويه عشان أحافظ على شعري دكتور وليد إلى أنه يكون في مشكلة، ومتى يستدعي أروح الطبيب خلاص؟ طيب هي الوقاية في عناية الشعر هذه محمودة وراح أعطي بعض الأمثلة. أما الوقاية من الوراثة أو المشاكل الوراثية للأسف هذه ما نقدر نقي منها، ولكن نقدر نتدخل بشكل بدري في الخطة العلاجية عشان نحافظ ونثبت الموجود. أما بالنسبة لتساقط الكربي، إذا إحنا متوقعين مثلا خلينا نقول دايت أو عملية أو حاجة قد تتسبب في الموضوع هذا، ممكن من بدري نحاول نعوض ونرفع المعدلات الفيتامينات والمخزون الحديد، ونكون إحنا جاهزين للنقطة هذه في حال حدث. أما بالنسبة للثعلبة للأسف هي مرض مناعي موضعي لفروة الرأس، لا يمكن توقعه ولا يمكن منعه. طيب نجي لأسلوب العناية، كيف أنا أقدر أحافظ على شعري؟ نعم، لازم الوحدة أو الشخص أو السيدة تتعامل مع شعرها أز دلكت، بمعنى حاجة حساسة. صحيح أنه بروتين وأنه عضو أو عنصر غير حي، لكن بمجرد خروجه من فروة الرأس هو مسؤوليتك أو مسؤولية هذا الشخص أنه تهتم فيه وتحافظ عليه. طيب أملاح البحر أو اليوبي لايت الأشعة فوق بنفسجية من الشمس كلها تتسبب في ضرر خارجي للطبقة المغلفة للشعر اللي نسميها الكتكل أو القشرة الخارجية. فنحتاج نحمي، يعني مثلا السباحة تلبس يلبس الشخص اللي الكاب اللي يحمي المطاطي، نلبس حاجة على فروة الرأس لما نطلع مثلا في البحر في البر حيث الشمس ما تكون عامل أساسي في الموضوع هذا. رقم 2، لما نحاول نجفف الشعر أو كيف نستخدم الشامبو، خلينا نقول لك بناء على فروة الرأس ونوعها، هل هي دهنية، هل هي فيها قشور، هل هي جافة، نستخدم الشامبو المخصص لهذا النوع من الفروة. الشامبوات هي عبارة عن مادتين توزن، منظف ومرطب. الشعر الدهني المنظف نسبته تكون أعلى من المرطب، الشعر الجاف المرطب تكون نسبته أعلى من المنظف، فما ينفع استخدم شامبو للشعر الدهني على الشعر الجاف أو العكس. تمام؟ فنستخدم الشامبو، التنظيف يكون بناء على نوع الفروة. كل ما كانت دهنية يفضل يوميا عشان نتخلص من الدهون المتراكمة، كل ما كان جاف تباعد اللي هي مسافات التنظيف. كثير من النقاط المغلوطة أن البلسم أو الزيت يسبب تساقط بالشعر، بالعكس البلسم لما نحطه على الفروة صح يزيد الدهنية، لكن احنا يعني كأطباء شعر وجلد البلسم نشجعه لأنه يحمي الشعر من الاحتكاك فيما بينه وفيما بين مثلا الشماغ أو الطرحة أو الكاب أو غيره. البلسم عضو أو عنصر أساسي في روتين العناية ويكون على أطراف الشعر السفلى. لما نجي نجفف شعرنا يفضل عدم استخدام الحرارة العالية والسرعة العالية في التجفيف، لأنه هذه تكون نوع من الفقاعات داخل الشعر وتعرضها للتكسر بعد عدة أسابيع وأشهر. يكون من مسافة بعيدة 30 سنتي مثلا على سرعة متوسطة وحرارة متوسطة، أو يترك ليجف طبيعي. هذا أفضل شيء لحماية شعرك من برا. في حال الصبغة الواحد يتفادى قدر الإمكان إزالة اللون أو سحب اللون واستخدام الصبغات الفاتحة جدا، لأنه هذه تتسبب في تكسر الشعر لاحقا، ويفضل استخدام ألوان مقاربة من لون الشعر نفسه. جيد. في حالة التجفيف يفترض أن الواحد ما يجفف بقوة، مثلا يستخدم المنشفة على الشعر أن يكون طبطبة و فادينج أكثر من كونه فرق الشعر، لأنه هذا يسبب نوع من الاحتكاك وبالتالي يدمر الطبقة الخارجية. بالنسبة للأمشاط يفضل استخدام أمشاط ممتازة، في أمشاط للتشابك تكون للناس اللي شعرها طويل،
ابتعدوا عن الأمشاط البلاستيكية رديئة الصنع لأنها تسبب شحنات سالبة واستكيكة في فروة الرأس والشعر بالذات تضره. نبتعد قدر الإمكان عن أمشاط الخشب الرديئة الصنع لأنه مجهرياً الخشب بيكون خشن والخشونة حقت أسنانه مجهرياً قد تخدش الشعر وتطلع الكيوتيكل فبالتالي تخلي الشعر ما يلمع. جميل. يعني هذه أهم النصائح اللي أبغى الناس يقولها. يعني يتهيألي كده الاهتمام. طيب بس يعني أنا كمان عندي سؤال دكتور ودي اختلفوا يعني في مرة نسمع دي الكلمة وما نعرف إذا هي الفكرة بس منتج ويتباع ولا هو حقيقة ولا إيش لما إنه يستخدم إذا كان استخدم ماركة معينة يعني منتجات العناية بالشعر لازم يستخدم كل المنتجات من نفس الماركة. لا هذه غير صحيحة 100%. هي الفكرة إنه الشركة تشجع إنه إحنا منتجنا يرتبط أو يرتبط بالمنتج الآخر مثل شامبو بلسم أو غيره لكن هي في النهاية فكرة واحدة. يعني البلسم هنا وهناك، الشامبو هنا وهناك، المادة الدوائية الفعالة موجودة في كل العناصر هذه خلينا نقول مثل الشامبو. فلا لا نلتزم لكن إذا حاب الواحد يعني إنه يستخدمها ومرتاح عليها لا بأس. طيب هندخل شوية بس في تفاصيل العلاج لكن بعد الفاصل هنطلع فاصل وحنتكلم عن أنواع العلاج لأنه الفقرة الجاية هي الأخيرة وحنلتفت لأسئلتكم شوية. خليكم على السمع. رجعنا لكم ومعنا الدكتور وليد الصالحي وهذه آخر فقرة اليوم وخلينا نتكلم شوية عن تفاصيل العلاج دكتور وليد. علاج أنواع علاج تساقط الشعر. الشعر جميل. خليني أختصر لكم العلاج بثلاث خطوات أساسية. الأولى محفزات الإنبات، الثانية مثبطات الهرمون أو الالتهابات، الثالثة هي الزراعة، زراعة الشعر. جميل. نبدأ دائما في العلاج في أغلب حالات التساقط بالمنشطات. المنشطات عندنا عدة أنواع وخيارات، أهمها اللي هو المينوكسيديل، هي مادة دوائية اكتشفت أساساً من علاج ضغط فكان أحد الملاحظات عليه أنه ينبت الشعر فتم دراسته وقرر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بنسب مختلفة 2.5% لاستخدامه في إنبات وتحفيز نمو الشعر لكل أنواع التساقط. هذا رقم واحد. رقم اثنين كنت سمعنا عنها كثير اللي هي platelet rich plasma أو البلازما الدم. بلازما الدم هي يأخذ عينة من دم المريض وتفصل تبقى فيها صفائح دموية، الصفائح الدموية هذه تفرز مواد هي growth factors، مواد إنماء وإنبات لما تحقن حول بصيلات الشعر. تزايدت عليها دراسات في السنوات الأخيرة وصارت جزء لا يتجزأ من أي خطة علاجية لتساقط الشعر وبالذات الكربي والوراثي. النوع الثالث من المحفزات وهذا شوي يمكن جديد على المستمعين اللي هو low level laser therapy. هذا الليزر البارد أو تحفيز النمو عن طريق الليزر. قصته كانت جميلة وبسيطة. ناسا في الستينات 1960 كانت تستخدمه كعلاج للالتئام وتشافي الجروح. بعدين استخدموه لعلاج سرطانات يعني الله يكفينا وياكم الشر. لقوا لما يحطونه على فيران التجارب انه يطلع الشعر عندها يتحفز نمو الشعر فأخذوه في عين الاعتبار. بعدها بفترة لاحظوا انه احنا او السيدات لما يعملوا الهير ريموفر ليزر او ليزر ازاله الشعر ولما يلمس الليزر الشعر الوبري او الهدبي يتحول الشعر الى اسمك او شعر سميك. فاخذوا الملاحظتين هذه درسوها لقوا انه الشعر حساس للطاقه الضوئيه. الطاقه هذه تسوي نوع من انواع الستيميليشن او التحفيز الخلوي وبالتالي تنشط البصيلة من جديد وتحاول أنها تكون أسمك وشعرتها أسمك وتعيش لفترة أطول أو يعني تنمو لفترة أطول. في 2006 هيئة الغذاء والدواء طلعت أو كليد أول جهاز ليزر لإنبات الشعر
كان على شكل مشط تطورت الأمور فصار على شكل كاب. هذا يعتبر جزء جدا جيد لتحفيز نمو الشعر يضاف لما سبق ذكره. كذلك استخدام المايكرو نيدلينج أو ديرما بن، ديرما رولر، ديرما سام، فكرتها أنه هذه الإبرة الصغيرة من مجرد أنها تمر بطريقة معينة من طريقة عن طريق الطبيب نعم. على فروة الرأس راح تسوي نوع من الجروح الخفيفة الصغيرة، هذه الجروح تحفز الفروة أنها تتشافى أو تبني نفسها من جديد. عملية البناء هذه تتطلب إنتاج وإفراز عوامل نمو، عوامل النمو هذه راح تكون أو تصل للبصيلات الضعيفة وبالتالي برضو راح تحفزها أنها ترجع تنمو من جديد. جميل. هذه الأشياء الأساسية من ناحية المحفزات وتنطبق على كل أنواع التفاقم. بالنسبة للمثبتات، هذه نوع من أنواع الحبوب والآن بدأت تظهر بتقنية النانو على شكل أشياء موضعية توضع على الفروة تثبت هرمون الذكورة اللي هو جالس يتسبب في ضمور البصيلة وتساقطها على المدى البعيد. هذه طبعا النوع هذا من الأدوية لا يتم إلا بالعيادة ولازم يصرف عن طريق طبيب لأنه له مضاعفات ويحتاج تقييم للشخص وهل هو مناسب لهذا النوع أو لا. أما بالخيار الأخير اللي هو الزراعة، الزراعة تعتبر حل تجميلي شبه دائم ولكن أحيانا حسب الحالة لا ما نقدر نعتمد عليها 100%. في كثير من المفاهيم الخاطئة أنه أنا خلاص بزرع شعري وانتهى الموضوع. الزراعة طبعا تكون أكثر للتساقط الوراثي، الكربي ما نزرع فيه. التساقط الوراثي هو عملية مزمنة دائمة لازم نتعامل معها مثل الأمراض المزمنة زي السكر والضغط، لا تقف، فنحتاج نعالجها ونحاربها لفترة طويلة من العمر. مجرد أنه نزرع شعر صحي غير متعرض أو غير متأثر بهرمون الذكورة من خلف الرأس إلى المقدمة لا يعني أنه وقفنا هذه البروسيس أو هذه العملية. فعلى مدى سنوات ممكن ينتشر الموضوع هذا ويزحف الشعر خلف المنطقة المزروعة. لذلك من المهم التقييم في العيادة ومناسبة الإجراء هل أنت بتناسبك الزراعة ونوع التساقط عندك ثابت أو لا التساقط عندك مستمر وتحتاج إلى أدوية مع الزراعة. تقريبا هذا ملخص اللي هي طرق العلاج. نضيف عليها كذلك اللي هو تعويض الفيتامينات وعلاج مشاكل الهرمونات إذا كانت السيدة مصابة مثلا بمتلازمة كيس المبايض أو أي أحد مصاب بكسر الغدة الدرقية أو فرط للشعر اللي كذلك يصيب الطفل. طبعا بتختلف، بس خلينا بس ناخذ سؤال يا جماعة، يختلف انت ما تقرر العلاج لنفسك وما تاخذ علاج. يمكن دكتور وليد انا دائما اشدد على هذه المسألة انه ما تستخدم علاج عشان ناسب غيرك معناه يناسبك، خصوصا العلاجات المنزلية اللي هو الاستخدام على طول لا نستخدم ونكمل الباقي والامور هذه كلها. هنا في سؤال، استخدام الكريمات اللي هي بديل الزيت بشكل يومي هل يضر الشعر؟ لا، زي ما ذكرنا بديل الزيت مثلا في البلسم إذا استخدمت بشكل صحيح على أطراف الشعر ما راح تأثر عليه ولا راح تسبب لأي نوع من أنواع التساقط بإذن الله. وهنا في سؤال كمان، هل يجب تغيير نوع الشامبو من فترة لفترة لأنه فروة الرأس فعلا تكون تعودت عليه ولا عاد يعني ينفعه؟ لا، هذا شائع النقطة هذه ولكن غير صحيحة للناس اللي ما عندهم مشاكل، ونوعا ما صحيحة للناس اللي يعانون من فطريات وبشرب في فروة الرأس، حيث أن الفطريات اللي موجودة قد تبني نوع من التعود على نوع معين من الأدوية وليس الشامبو. جميل. وبالتالي نحتاج نسوي نوع من الدورة على عدة أدوية مخصصة لها عشان تحسن معي الحالة، ولكن بشكل عام اللي فروة الرأس طبيعية ومرتاح على شامبو معين ليس من الضرورة أن تغيره. وهنا في سؤال، هل قوة تدفق الماء وبرودته أو حرارته تأثر وممكن تسبب تساقط الشعر؟ في دراسات ضعيفة عن الموضوع هذا أن قلوية وحموضة الماء قد تسبب أو تؤدي إلى تساقط كربي. قوة اندفاعه طبعا أو حرارته العالية جدا، البرودة ما عليها يعني كلام كثير، بس الحرارة العالية أو قوة اندفاعه تسبب جر وسحب للشعر
فنوصي انه يكون المويه ساتره او دافيه تكون بقوه عاديه، ما ننصح باي شيء يعني انسيابيه، خلينا نقول يعني تخلي الشعر ايوه تحس بانسيابيه. طيب اخر سؤال قبل ما نختم حلقتنا دكتور وليد، ايش نقدر نعتبر احدث تقنيه موجوده الان لعلاج الشعر، لعلاج تساقط الشعر؟ أكثر خلينا نقول تقنيتين الآن تظل تحت الدراسات، ولكن بدأت تظهر فعاليتها، اللي هي التحفيز باستخدام الليزر ونقل الخلايا المجهرية من مؤخرة الرأس وزراعتها في المقدمة. هذول الاثنين اللي هي زي ما نقول ترند في الفترة الأخيرة. يعني ممكن تناقش طبيبك، ممكن تناقش الشخص المعالج والاستشاري أو الشخص اللي أنت ترتاح للكلام معه في هذا الموضوع. في ناس تخجل من هذا الشيء، ولما يبدأ شعره مطيح تقدر تناقشه في كل التقنيات اللي موجودة الآن، والمسألة إن شاء الله سهلة. دكتور وليد حقيقي ما أقدر أقول لك قديش استمتعنا وقديش استفدنا في حلقة اليوم، شكرا لك. بالعكس أتشرف ذلك، ويعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة. الله يسعدك. دكتور وليد الصالحي كان ضيفنا اليوم، أستاذ مساعد واستشاري أمراض الجلد والشعر والتجميل والليزر. أتكلمنا عن تساقط الشعر، على أمل يتجدد لقائي فيكم بكرة بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج تيمبو الساعة 10 الصباح. كنت معكم سعدي، شكرا. هلا منصور في مال الكريم، وانت في هلا بعد.